يا مساء الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي، برحب بيكم في كل مكان. حلقه جديده من برنامج كلام في الميديا. النهارده عندنا اخبار كتير عن النادي الاهلي واللي بيختتم النهارده تدريباته استعدادا لمباراه جيما بيجبار الاثيوبي في دور ال 32 من بطوله دوري ابطال افريقيا. كمان الفريق هيسافر النهارده على برج العرب عشان يدخل في معسكر مغلق مبكر. طبعا هنقول لكم في حلقتنا النهارده كل كواليس التدريبات وكل كمان الاخبار المتعلقه بالمباراه وبالاجراءات التنظيميه ليها، خصوصا طبعا وان هي تقام بحضور جماهيري. طبعا المباراه دي هتكون عندنا بشكل حصري على قناه النادي الاهلي يوم الجمعه اللي جايه ان شاء الله، تكون بدايه قويه جدا للفريق عشان يقدر ان هو يحقق البطوله في المره دي او في النسخه دي اللي طبعا للاسف اخفق في نهائي في اخر موسمين فيها. النادي الاهلي دايما عودنا ان بعد اي اخفاق دايما بيكون في صحوه كبيره جدا، والصحوه دي بتكون قويه بيرد فيها على كل واحد شكك مره في عظمته وفي قوته وفي شعبيته. النادي الاهلي هو بطل افريقيا الاوحد وهيفضل كده طول الوقت، هو نادي القرن العشرين. كلنا طبعا دلوقتي وراه عشان يبقى بطل القرن الواحد والعشرين. كمان هنتكلم النهارده عن بطوله الدوري واللي شغاله دلوقتي، ونتكلم برضو اكتر عن الكوره العالميه وتالق محمد صلاح نجمنا اللي بيثبت يوم بعد يوم ان هو خير سفير لمصر. شفنا امبارح ازاي هو تالق طبعا وقاد ليفربول الانجليزي وسجل هدف الفوز في شباك نابولي وتاهل لدور ال 16 مع فريقه في دوري ابطال اوروبا. كمان هيكون معانا النهارده جوله كبيره جدا في السوشيال ميديا وردود افعال المصريين والعرب كمان، وردود الافعال العالميه عن كل الاحداث الرياضيه اللي بتحصل دلوقتي. كمان ضيفنا النهارده هيكون استاذ محمد قطب الناقد الرياضي في اخبار الرياضه. وكالعاده بنبتدي حلقتنا معاكم باهم وابرز العناوين. الاهلي واصل تدريباته استعدادا للانطلاق الافريقيه. اليوم الفريق الأول يدخل معسكر مغلق ببرج العرب. محمد يوسف هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية أمام جيما الأثيوبي. عبد الحفيظ لقاء جيما سيكون استمرار لانتصاراتنا في الدوري. محمود وحيد حقق تحلم حياتي بالانضمام للأهلي. اتحاد الكرة يطلب من الكاف مهلة استثنائية لتحديد المشاركين في بطولتي أفريقيا. محمد صلاح يقترب من التتويج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2018. وكالعاده بنبتدي معاكم دايما حلقتنا بأهم الأخبار والكلام اللي اتقال عن النادي الأهلي من خلال الصحافة. الأهرام استبعاد براس من الترشيحات بسبب تواضعه الفني ودوره في انتقالات اللاعبين. أصوات تطالب بالإبقاء على يوسف وعدم التعجل في ملف المدير الفني الأجنبي. المصري اليوم الأهلي يصرف النظر عن ستيف بروس. المساء مصير يوسف يحدد نتيجة لقاء الفريق مع جيما الأثيوبي. انقسام في الأحمر حول الإبقاء على المدرب العام واستقدام مدير فني أجنبي. الأخبار الأهلي يؤجل حسم ملفات الكرة وأجايي يظهر في التدريبات وتفاؤل بالروح القتالية. الجمهورية الأهلي حائر والمدير الفني غامض. الشروق الخطيب يتعهد لمجلس الأهلي بحسم ملف المدير الفني سريعا. رئيس النادي للأعضاء نفاضل بين ثنائي أجنبي، التسرع غير مفيد ولم نتوصل لاتفاق مع براس. المصور الرياضي قرر تأجيل الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد الخطيب لأعضاء مجلس الإدارة. أنا عارف بعمل إيه كويس. مجلة الأهلي العمق الهجومي يستعيد الخطورة، الأهلي واصل تحسين الصورة. مجلة الأهلي حبيب الملايين يبدأ المغامرة الثلاثين، الأهلي يستهل مشواره في دوري الأبطال الأفريقي أمام جيما الأثيوبي. في الأخبار المسائي عاشور جاهز للمواجهة الأفريقية. مجلة الأهلي محمود وحيد بعد الانضمام للقلعة الحمراء. وأخيرا حققت حلم حياتي، وافقت فورا على ارتداء الفانيلا الحمراء ولم يكن لي أي شروط. مجلة الأهلي بعد الإطاحة بالزمالك من دور الثمانية، كتيبة السلة جاهزة لنصف نهائي دوري المرتبط أمام سبورتينج.
نروح معاكم سريعا لأهم تفاصيل الأخبار اللي اتقالت عن النادي الأهلي في الصحافة، وهنبتدي مع جريدة الأهرام اللي قالت أن قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب اعتبار الجلسة السابقة للمجلس ممتدة لاستكمال جدول الأعمال واللي بدأ بفرع الشيخ زايد مساء أمس الأول، ونجحت جهود النادي الأهلي في إنهاء جميع الأمور المتعلقة باستلام أرض النادي في التجمع الخامس لإنشاء المقر الجديد مطير مبلغ وقدره 700 مليون جنيه، على أن يتم فتح باب الاشتراكات مقابل 200 ألف جنيه لكل عضو. شهدت جلسة فرع الشيخ زايد بعض الأحاديث الودية في أثناء الاحتفال بعيد ميلاد المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي، وذكر أحد الأعضاء أن كل الوسائل الإعلامية بتتكلم حاليا عن أن الإنجليزي ستيف باوس هو المدير الفني القادم للنادي الأهلي، وأنه هيوصل القاهرة خلال الساعات اللي جاية، فسيطرت علامات الدهش على وجوه الأعضاء وطبعا على وجه رئيس النادي الأهلي من الموضوع ده أو من الكلام ده. وقال عضو آخر في المجلس أنه أجرى العديد من الاتصالات مع بعض أصدقائه المهتمين بكرة القدم الإنجليزية، واللي ذكروا لي أن براوس مدرب متوسط ولم يحقق أي مردود يستحق عليه البقاء سوى في أندية القاع، بجانب العديد من علامات الاستفهام حول أدواره في انتقالات اللاعبين وآخرها مدافع المنتخب المصري أحمد المحمدي. قالت كمان مصادر أن الخطيب رد بحدة أن براوس ليس سوى مرشح ضمن مجموعة من المرشحين أو المدربين ولم يستقر على اختياره، بل تبرأ تماما من كل ذلك. وقال كمان المصدر أن رئيس النادي أبدى استياءه من التسريبات غير الصحيحة واللي بتصدر في وسائل الإعلام لمجرد أن في اتصالات لسؤال عن شخص معين، فهل يعني هذا أنه تم الاتفاق أو التعاقد معاه؟ وأوضحت كمان المصادر أن كابتن محمود الخطيب لم يفقد الأمل في التعاقد مع أحد المدربين سواء فيريرا واللي بيقود السد القطري حاليا بترشيح من مانويل جوزيه أو ريمون دياز واللي برضو بيحاول بكل الطرق التعاقد مع واحد فيهم دلوقتي. كمان في أصوات من داخل النادي الأهلي طلبت بالبقاء على محمد يوسف في منصب المدير الفني وعدم التعجل في اختيار المدير الفني الأجنبي عشان ما يتمش تكرار نفس أخطاء كارتيرون، خصوصا طبعا أن كابتن محمد يوسف عنده خبرة كبيرة جدا وقاد النادي الأهلي قبل كده في فترة سابقة وفاز معهم بلقب دوري أبطال أفريقيا، وبيحظى يوسف طبعا بحالة من القبول عند لعيبة النادي الأهلي ومحتاج بس لمدرب أحمال على مستوى عالي عشان يعبر تلك المرحلة الصعبة اللي بيمر بيها النادي الأهلي في الوقت الحالي. ده كان كلام جريدة الأهرام. كمان الجمهورية قالت أن ما زال موقف المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي غامض. بيتكتم كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على أسماء المدربين المرشحين لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، وأعلن مسؤول النادي الأهلي ستيف باوس الذي ترددت أنباء عن توصل الأهلي لاتفاق معه خرج من الحسابات تماما، خصوصا وأنه لم يلقى قبول مجلس إدارة النادي الأهلي، كما أن ما أثير عن تولي التدريب مجرد اجتهادات فنية. وأعلنت كمان إدارة النادي الأهلي أن براوس تم عرضه على النادي خلال الفترة الماضية لكن ظروفه لم تتماشى مع النادي الأهلي، وده اللي خلاه يبتعد نهائيا عن الحسابات الفنية. وكمان أكد مجلس إدارة النادي الأهلي أنه ما فيش أي داعي للاستعجال في ملف التعاقد مع المدير الفني الحالي أو في الوقت الحالي، خصوصا طبعا وان كابتن محمد يوسف المدير الفني المؤقت بيقود الفريق لانتصارات، وكمان الفتره الحاليه بتشهد ضغط مباريات كبير للفريق، وده اللي هيخلي مجلس اداره النادي الاهلي يتأنى عشان يقدر يتعاقد مع مدرب كويس يقود الفريق في المرحله اللي جايه. ده كان اهم كلام الجرايد اللي اتقال عن النادي الاهلي من امبارح لحد النهارده. تعالوا دلوقتي نشوف اخبار النادي الاهلي من على مواقع الانترنت. الموقع الرسمي للنادي الأهلي محمد يوسف يتحدث عن أهداف مواجهة جمال أثيوبي. بوابة أخبار اليوم سيد عبد الحفيظ مباراة جمال غاية في الأهمية. بوابة الشروق الأهلي يختتم تدريباته في القاهرة اليوم قبل السفر للإسكندرية. اليوم السابع الأهلي يختبر مؤمن زكريا طبيا بعد إجهاد العضلة الخلفية. سوبر كورة الأهلي يعسكر في اسكندرية اليوم استعدادا للجيمة. البوابة الأهلي يشكر مدير أمن اسكندرية. فيتو فحص طبي لحارس الأهلي قبل المران المسائي. الشروق عبد الحفيظ معلول لن يرحل عن الأهلي. اليوم السابع مجلس الأهلي يجتمع الأسبوع المقبل.
وفد شركة جيم نوفا الفرنسية يبدأ تجهيز صالة الجمباز بمقر الجزيرة. نروح معاكم لتفاصيل أهم الأخبار اللي اتقالت عن النادي الأهلي على مواقع الإنترنت، وهنبتدي من الموقع الرسمي للنادي الأهلي اللي قال إن كابتن محمد يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي أكد صعوبة مواجهة جيما الأثيوبي والمقرر ليها بعد بكرة يوم الجمعة على استاد الجيش في برج العرب في اسكندرية في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا. قال كمان بنسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب من أجل تسهيل مهمة الفريق في مباراة العودة. قال كمان إن مباراة 180 دقيقة مقسمة على شوطين، الأول في اسكندرية والثاني في أثيوبيا، وبنسعى خلالهم لتحقيق نتيجة إيجابية بتقودنا للدور التالي. أكد كمان المدير الفني المؤقت للفريق أنه طالب اللعيبة بضرورة التركيز على المواجهة الأفريقية وعدم التفكير في أي أمور خاصة بالمنافسة المحلية لحد ما ينتهوا من مباراة الذهاب أمام بطل أثيوبيا بعد بكرة. وأكد كمان على ثقته الكاملة في لعيبة النادي الأهلي عشان يقدروا يحققوا نتيجة كويسة في لقاء الذهاب. وقال كمان كابتن محمد يوسف ان الجهاز الفني بيتعامل مع كل مباراة على حدة، واكد كمان انه درس الفريق الاثيوبي بشكل كويس وشاف عديد من المباريات عشان يقدر يعرف نقط القوة والضعف في صفوفه، وكمان يقدر يحط خطة مواجهة الفريق ويقدر ان هو يحفظها للعيبة عشان يقدروا يحققوا ان شاء الله نتيجة ايجابية في لقاء الذهاب. كمان بوابة أخبار اليوم قالت أن صرح كابتن سيد عبد الحفيظ القائم بأعمال مدير الكرة في النادي الأهلي حاليا أن ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا أمام جيما الأثيوبي في غاية الأهمية، خصوصا أن الفريق بيطمح أنه يحقق انطلاقة جيدة في البطولة الأفريقية. وأكد كابتن عبد الحفيظ أنه لن يبحث عن أعذار أو مبررات برغم الغيابات، ولكن الفريق يقدر أنه يسعد الجماهير ويواصل النتائج الجيدة اللي حققها مؤخرا في بطولة الدوري العام، وده طبعا خلال مواجهة بطل أثيوبيا. وجدد القائم بأعمال مدير الكرة في النادي الأهلي تأكيده على أن النادي الأهلي أمامه 5 مباريات ضمن المرحلة الصعبة اللي اتكلم عنها واللي محتاجة طبعا لتركيز شديد جدا من كل اللعيبة. كمان بوابة الشروق قالت أن الفريق الأول لكرة القدم في الأهلي خاض تمرينه الأخير في القاهرة على ملعب مختار التتش في الجزيرة الساعة 3 عصرا النهاردة يوم الأربع استعدادا للقاء جيما الأثيوبي. ويعلن الجهاز الفني بقيادة كابتن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق قائمة معسكر اسكندرية بعد انتهاء تمرين الفريق. كمان اليوم السابع قالت أنه بيخضع مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي لفحص طبي قبل انطلاق تمرين الفريق عصر اليوم لحسم مشاركته من عدمها في التدريبات الجماعية بعدما اشتكى اللاعب من إجهاد في العضلة الخلفية تعرض ليها في مباراة نجوم السادات الودية أول امبارح يوم الاثنين واللي انتهت بفوز النادي الأهلي ب7 أهداف نظيفة. خاض مؤمن زكريا امبارح تدريبات تأهيلية في الجيم على هامش تمرين الفريق الصباحي ويخضع لفحص طبي قبل تمرين النهار أو خلاص هو فعلا خضع ليه عشان يتم تحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية اللي جاية من عدمها. كمان موقع سوبر كورة قال أن بيدخل النادي الأهلي في معسكر مغلق مساء اليوم في اسكندرية استعدادا لمواجهة جيما الأثيوبي المقرر ليها يوم الجمعة اللي جاية في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا. فضل الجهاز الفني بقيادة كابتن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق أنه يدخل في معسكر مبكر قبل مواجهة بطل أثيوبيا بـ 48 ساعة عشان يوصل باللعيبة لأعلى معدلات التركيز قبل ضربة البداية في البطولة الأفريقية في نسختها الجديدة. كمان موقع البوابة قال أن أجرى العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي اتصال هاتفي باللواء محمد شريف مدير أمن اسكندرية عشان ينسق معاه الإجراءات التنظيمية الخاصة بمباراة جيما الأثيوبي. ووجه نائب رئيس النادي التحية لوزارة الداخلية وقيادات أمن اسكندرية بعد المجهود الكبير المبذول لراحة الجماهير والحفاظ عليهم. كمان موقع فيتو قال أن خضع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي لفحص طبي قبل انطلاق الفريق تمرين الفريق النهاردة، وتخلص الشناوي من ألم العضلة الضمة واللي تعرض ليها في مباراة الوصل الإماراتي في إياب دور الـ 16 من بطولة كاس زايد للأندية الأبطال. وبينضمنا دلوقتي عبر الهاتف كريم أحمد مراسل قناة النادي الأهلي متواجد دلوقتي في استاد مختار التتش من تدريب النادي الأهلي. مساء الخير عليك يا كريم. مساء الخير عليك يا شيماء، برحب بيك طبعا وبرحب بكل المتابعين.
عايزك تطمننا طبعا عن حالة الفريق وعن التدريب ابتدى امتى وهل انتهى ولا لا، وطبعا عن اللعيبة المصابين وهل في لاعب او اكتر تعرضوا او عملوا فحص طبي قبل التمرين النهارده؟ يمكن زي ما بنقول يا شيما، استعدادات مكثفه جدا لفريق النادي الاهلي بدون راحه من بطوله الدوري العام، وانطلاقه ان شاء الله تكون موفقه وجديده للنادي الاهلي في نسخه دوري ابطال افريقيا. يمكن تركيز كبير زي ما بنأكد كابتن محمد يوسف، بمجرد طبعا انتهاء المباراه الاخيره في بطوله الدوري، التركيز والمحاضرات. طب واضح ان احنا عندنا مشكله في الاتصال، ممكن نرجع مره ثانيه نكلم زميلنا كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي. نرجع ثاني لاخبارنا وبنوصل لموقع الشروق. موقع الشروق قال ان كابتن سيد عبد الحفيظ القائم باعمال مدير الكوره في النادي الاهلي اكد على بقاء التونسي علي معلول مع الفريق خلال الفتره اللي جايه، وانه ما فيش اي نيه للتفريط في اللاعب زي ما الناس بتتكلم في الوقت الاخير. قال كمان كابتن سيد عبد الحفيظ انه لا صحه على الاطلاق للتفريط في معلول، واكد كمان انه من القوام الاساسي للفريق ومن العناصر المهمه اللي بيراهن عليها الجهاز الفني خلال الفتره اللي جايه بعد اكتمال جاهزيته من الناحيه الطبيه والفنيه. كمان قال القائم بأعمال مدير الكرة إن علي معلول بيمتد عقده مع نادي الأهلي لمدة موسمين، وإن كل ما أثير عن رحيله مجرد اجتهادات لا أساس لها من الصحة. معنا كريم؟ طيب معنا كريم أحمد مراسل قناة نادي الأهلي من استاد مختار التتش. طبعا كنا بنتكلم يا كريم النهاردة عن الحالة المعنوية وطبعا الحالة الفنية اللي فيها فريقنا، وكنا بنسألك وبنطمن منك على حالة اللعيبة المصابة وهل تم إجراء أي فحوصات طبية لأي لاعب مصاب قبل التدريب النهاردة؟ بنرجع تاني يا شيما، طبعا بنطمن جمهور النادي الاهلي من جديد على الاجواء والكواليس الخاصه بالفريق والاستعدادات المكثفه اللي بناكد عليها من لعيبه النادي الاهلي مع الجهاز الفني بقياده الكابتن محمد يوسف اللي مكثف في محاضراته الفنيه بشكل كبير جدا. كان في دراسه طبعا بالفيديو، بعض الشرائط الفيديو طبعا اللي وصلت مع الكابتن عادل مصطفى المدرب المساعد اللي كان متواجد في مباراه جيما بطل اثيوبيا، الوقوف على نقاط القوه والضعف، وده يمكن بيشتغل عليه الجهاز الفني بشكل كبير. النهارده التدريب كان تجمع فريق النادي الاهلي في الساعه 2 ظهرا، 3 عصرا كان انطلاق تدريب فريق النادي الاهلي، بدات بمحاضره فنيه زي ما بقول لك. لكن يمكن الكابتن محمد يوسف عمل فصل تام لكل اللاعبين المقيدين في البطوله الافريقيه، بحيث طبعا يكون في حاجات تكتيكيه طبعا وتدريبات خاصه به. الخطه اللي هيقوم بها الكابتن محمد يوسف ولاعيبه النادي الاهلي في هذه المباراه، فصل بشكل كبير جدا كل اللعيبه المقيده افريقيا، بجانب ان احنا يمكن عندنا ظروف كثيره وعندنا اصابات كثيره، ومنهم كل اللعيبه المصابه للاسف مقيدين في القائمه الافريقيه الخاصه بافريقيا للنادي الاهلي. لكن عندنا طبعا زي ما انت عارفه سعد سمير اصابته في العضله الخلفيه، محمد هاني النهارده كان ظاهر بشكل كبير ان هو هيكون له دور في دور المساك مع تاليف كلوبالي اللي عاد النهارده ويمكن بيشارك بكل قوه في المباراه. عدد كبير من المصابين يا شيما زي ما انت عارفه، سعد سمير وشناوي واحمد فتحي ووليد ازارو وصلاح محسن وعلي معلول، يمكن لو بنخص دول هم اللي مقيدين في القائمه الافريقيه. لكن لو بنخص وليد ازارو يمكن حتى لو كان متواجد وحتى لو كان جاهز، الايقاف اللي متعرض ليه وليد ازارو هيمنعه من المشاركه في هذه المباراه، فعشان كده كان في تدريبات تاهيليه ليه النهارده هو واحمد فتحي والشناوي، اتدربوا النهارده مع كابتن حسين عبد الدايم اخصاء التاهيل. لكن لو بنتكلم على فريق النادي الاهلي بشكل عام، كابتن محمد يوسف النهارده كان بيقوم ببعض الجمل التكتيكيه، عمل كرات عرضيه كثيره جدا النهارده، وكان بيوقف المران اكثر من مره، لان زي ما قلنا قبل كده المفاجات في دور ال 32 بتكون كبيره جدا. يمكن فريق جيما ملوش تاريخ كبير، اول مره يخش في البطوله الافريقيه، لكن عنده حماس وعنده تحفيز كبير جدا ان هو كان في الدرجه الثانيه وقدر ان هو يصعد للدوري الممتاز عندهم في اثيوبيا واخد كمان بطوله الدوري هذا الموسم. لا ده يدل ان فريق محترم، ولابد ان يكون في احترام كبير جدا من النادي الاهلي ليه، وده اللي بياكد عليه الجهاز الفني، احترام المنافس هو اللي بيخلينا ان احنا نحقق الفوز ولا بديل عن الفوز. اكيد الادوار ال 32 طبعا ان شاء الله يكون من نصيب النادي الاهلي باذن الله. عايز اطمنك كمان ان فريق النادي الاهلي خلاص يمكن التدريب انتهى منذ لحظات بسيطه، يتوجه النادي الاهلي في معسكر 48 ساعه هيبدا من النهارده في الاسكندريه، غدا باذن الله 4:30 هيكون تدريب فريق النادي الاهلي الرئيسي على استاد برج العرب اللي هيستقبل المباراه، الساعه 6 هيكون تدريب فريق طبعا الضيف وهو فريق جيما الاثيوبي. طبعا يمكن زي ما احنا عارفين
هيكونوا متواجدين في الملعب الرئيسي يتدربوا تدريبه اساسيه، لكن زي ما بقول لك الظروف الحمد لله كلها يا شيما مهيئه الفريق للنادي الاهلي، المتواجد اللعيبه المصابه كلها ان شاء الله تكون دعم كبير لفريق النادي الاهلي، وفي عدد كبير من اللعيبه كمان هترجع مع مباراه النجوم. لو بنتكلم على مباراه افريقيا يمكن في اصابات وفي لعيبه لسه ما رجعتش، لكن ان شاء الله باذن الله مع مباراه النجوم يكون في عدد كبير من اللعيبه متواجدين ان شاء الله. شكرا ليك كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي من استاد مختار التتش. طبعا انتهى زي ما قال لنا كريم التدريب النهارده، اخر تدريب استعدادا في القاهره استعدادا لمباراه جمال اثيوبي. ان شاء الله بعد التدريب ده يمكن في خلال نص ساعه القادمه هيتحرك النادي الاهلي من المقر في الجزيره متوجه على برج العرب. ان شاء الله بكره كمان هيكون في اخر تدريب للفريق على ملعب برج العرب، الملعب طبعا اللي هيستضيف اللقاء الاول للنادي الاهلي في مشواره الافريقي في الموسم الحالي. نروح نكمل معاكم اخبارنا من مواقع الانترنت، وبنوصل لموقع اليوم السابع اللي قال ان مجلس اداره النادي الاهلي هيعقد اجتماع تكميلي الاسبوع المقبل لاستكمال باقي الملفات التي لم يتم التطرق لمناقشتها في جلسه اول امبارح يوم الاثنين بفرع الشيخ زايد. ومن المقرر ان يناقش مجلس اداره النادي الاهلي عده امور خاصه بقطاع الكوره وغيرها من الملفات الاداريه والرياضيه والانشائيه التي لم يتم الانتهاء منها حتى الان. مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب قرر في اجتماعه مساء الاثنين فتح باب الاشتراك بفرع التجمع الخامس بقيمه 200,000 جنيه للعضويه. كمان الموقع الرسمي للنادي الاهلي قال ان في وفد من شركه جام نوفل الفرنسيه كان متواجد في مقر النادي الاهلي في الجزيره النهارده الصبح وبدا في اعمال تجهيز صاله الجمباز اللي بتشهد طبعا عمليه تطوير على اوسع نطاق خلال الفتره الاخيره. حرصت الشركه العالميه الفرنسيه على ارسال فنيين للحضور لمقر النادي الاهلي والقيام بعمليات تركيب الاجهزه والمعدات وفقا للمواصفات والمقاييس العالميه، خصوصا ان الشركه دي شركه مصنفه عالميا وبتتولى كمان تجهيز الاحداث الرياضيه الكبيره في العالم وفي مقدمتها الاولمبياد. حرص رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي على تفقد اعمال التجهيزات في حضور ياسر عبد العال نائب مدير النشاط الرياضي وايمن لطفي مدير الصالات في النادي الاهلي ومتابعه طبعا سير العمل للانتهاء منها ودخولها في الخدمه على افضل ما يكون في اقرب وقت. مشاهدينا عندنا دلوقتي فاصل سريع ونرجع بعديه ونكمل معاكم بقيه فقرتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا وبنوصل معاكم دلوقتي لفقرتنا اللي بنقول فيها طبعا وبنستعرض فيها اهم اخبارنا المحليه والعالميه وكمان اخبار محترفينا في الخارج. في الجول وزير الرياضة جاهزون لتنظيم بطولة أفريقيا إذا أراد اتحاد الكرة. اليوم 700,000 جنيه مكافأة بطل كاس مصر للشباب. الفجر الشركة الراعية للجبلية تطالب أجاري بتحديد ودياته. أجاري يطالب الجبلية بتوفير ملابس المنتخب. صدى البلد اليوم ندوة في اتحاد الكرة لتحليل أداء الحكام في المباريات. الشروق اتحاد الكرة يطلب من الكاف مهلة استثنائية لتحديد المشاركين في بطولتي أفريقيا للأندية. مقر جديد للاتحاد الأفريقي بالقاهرة. البوابة نيوز فيدرو يقترب من العودة لقيادة الإسماعيلي. اليوم السابع عمرو طارق يوضح حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك بعد الانتقال لنيويورك كريدلز. يلا كورة، صلاح أفضل لاعب أفريقي في استفتاء البي بي سي لعام 2018. سوبر كورة، كلوب هدف صلاح لا أشاهده كثيرا. جول، رئيس بروسيا دورتموند لا يتمنى مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا. الشروق اليوم في ختام دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، ليون يتحدى شختار على بطاقة التأهل الأخيرة لدور ال 16. يورو سبورت العربية، العين يفتتح مونديال الأندية أمام ويلينغتون النيوزيلندي. سبورت 360، برشلونة يحدد موقفه من بيع راكيتيتش. بطولات سبورت،
بيكي يستحوذ على ملكية نادي كاتالوني. كورة، هازارد يخبر كورتوا بوجهته المقبلة حال ترك تشيلسي. نروح معاكم سريعا لتفاصيل اهم الاخبار، ونبتدي من الاخبار المحليه. في موقع في الجول اللي قال ان شدد اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه على قدره مصر على تنظيم بطوله امم افريقيا 2019 بعد سحب تنظيمها من الكاميرون، اتحاد الكره المصري اعلن عدم نيته في تقديم ملف لاستضافه البطوله المقرر اعلانها او اعلان الدوله المنظمه ليها في 9 يناير بالاضافه لدعم ملف المغرب. صرح صبحي انه بيحترم وجهه نظر اتحاد الكره وتواجده بالاتحاد الافريقي، والجميع حريص على دعم كل دول القاره. كمان اليوم السابع اعلن استقر مجلس اداره اتحاد الكوره برئاسه هاني ابو ريده على مكافئات بطوله كاس مصر للشباب مواليد 97، واللي اعلن مجلس الجمالية عن تنظيمها وبتنطلق خلال ايام قليله. قرر اتحاد الكوره منح الفريق البطل 100,000 جنيه، الوصيف 50,000 جنيه، الثالث والرابع 30,000 جنيه، وحدد الاتحاد قيمه الاشتراك في المسابقة بمبلغ 1000 جنيه لكل نادي بتسدد في الفرع التابع للنادي اللي عنده رغبة في الاشتراك. كمان الفجر قالت ان طلبت الشركة الراعية لاتحاد الكورة المصري المكسيكي خافيير أجير المدير الفني للمنتخب الوطني بتحديد المباريات الودية اللي هيخوضها استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية المقبلة، وبيرغب مسؤول الشركة الراعية في تحديد المنتخبات مبكرا لبدء الدخول في مفاوضات مع الاتحادات الوطنية وإنهاء الأمور بشكل سريع قبل بداية المعسكر. كمان الفجر قالت ان اشتكى المكسيكي خافيير أجير المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم من عدم توافر الملابس الخاصة بالفراعنة قبل نهائيات الأمم الأفريقية. طلب أجاري من هاني أبو ريدة رئيس الجبلية خلال الجلسة اللي جمعتهم في الساعات اللي فاتت ضرورة توفير قمصان المنتخب قبل بداية مارس اللي جاي، وكان مسؤولين الجبلية أكدوا في وقت سابق أن في عجز في ملابس الفراعنة بسبب توزيعها على الأقارب والأصدقاء بعد التأهل لنهائيات كأس العالم الماضية. كمان صدى البلد قالت ان بتعقد اليوم او بتعقد اليوم لجنه الحكام الرئيسيه في اتحاد الكوره ندوه لتحليل اداء الحكام في مباريات الاسبوع ال 17 من الدوري الممتاز في مقر الجبليه في الجزيره، وبيحاضر في الندوه وجيه احمد نائب رئيس اللجنه وناصر عباس عضو لجنه الحكام. كمان الشروق قالت ان كشف عامر حسين رئيس لجنه المسابقات في اتحاد الكوره عن نيه الاتحاد في طلب مهله استثنائيه من الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف لتحديد الانديه الاربعه المشاركه في بطوله دوري ابطال افريقيا وفي الكونفدراليه الافريقيه في الموسم المقبل واللي هينطلق في النص الثاني من شهر اغسطس 2019. وقال حسين ان اتحاد الكوره هيطلب مهله لحين انتهاء الدوري الممتاز وكاس مصر لتحديد الانديه الاربعه اللي هتشارك في الموسم المقبل، خاصة أن الاتحاد الأفريقي أعلن من قبل عن أن الموسم الحالي هو موسم استثنائي وبيشهد انطلاق الموسم الجديد من بطولتي أفريقيا بعد أيام قليلة من انتهاء الموسم الماضي وهينتهي يوم 2 يونيو في 2019. كمان الفجر قالت ان خصص الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه قطعه ارض بمدينه الشروق في القاهره من اجل بناء مقر جديد للاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف في الفتره المقبله، وبيأتي تخصيص قطعه الارض من اجل انشاء مقر جديد للكاف بمواصفات عالميه كخطوه لتفادي نقل مقر الاتحاد الافريقي خارج القاهره الى اي دوله اخرى. وكان مسؤول الكاف اشتكوا اكثر من مره بسبب وجود المقر في مدينه 6 اكتوبر وهو ما يعتبر بعيد عن المطار وتعرضهم للمضايقات في الطرق ومواجهة الازدحام دائما. كمان البوابة نيوز قالت ان اقترب البرتغالي بيدرو بارني من العودة مرة تانية لقيادة الاسماعيلي خلفا لمواطنه يوسف فييرا واللي تقدم باستقالته نظرا لسوء النتائج، وكانت إدارة النادي قد دخلت في مفاوضات مع المدرب خلال الأيام الماضية بعد طلب فييرا الرحيل، ومن المقرر أن يصل بيدرو لمدينة إسماعيلية خلال الساعات المقبلة لإتمام التعاقد وقيادة الفريق. يذكر أن بيدرو قد سبق له أنقذ الإسماعيلي في الموسم الماضي.
كمان اليوم السابع قال ان اكد عمرو طارق مدافع المنتخب الوطني ونادي اورلاندو السيتي الامريكي انه تم انهاء اجراءات انتقاله رسميا لصفوف نادي نيويورك ريد بولز الامريكي، وشدد كمان انها خطوه مميزه في مشواره الاحترافي. وقال عمرو ان النادي الاهلي والزمالك لم يفاوضوني بشكل رسمي، والكلام كان من جانب وكلاء اللاعبين فقط، والحديث عن الانتقال للمارد الاحمر حدث مرة واحدة. وكان نادي نيويورك بولز الأمريكي أعلن عن ضم المصري عمرو طارق، وأكد دانيس هاملت المدير الرياضي لنادي ريد بولز في تصريحات للصفحة الرسمية على تويتر لنادي نيويورك ريد بولز الأمريكي: سعداء لضم عمرو طارق لنادينا، هو مدافع لديه خبرة في الدوري الأمريكي، والإمكانيات التي نحتاجها نتطلع لكي ينضم عمرو لمعسكرنا الإعدادي ونشاهده ينسجم مع الفريق. كمان موقع يلا في كورة قال ان النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي توج بجائزة افضل لاعب في القارة الافريقية عن عام 2018 في استفتاء هيئة الاذاعة البريطانية البي بي سي. واشار الموقع بان وفقا لمصادره فان محمد صلاح حصل على نسبة التصويت الاعلى ما بين اللعيبة المرشحة للجائزة، واللي بتتم عن طريق تصويت الجماهير. اعلنت البي بي سي رسميا عن الخماسي المرشح للجائزة عن عام 2018. تنافس محمد صلاح مع المغربي مهدي بن عطية من اليوفنتوس، والسنغالي كاليدو كوليبالي من نابولي، والسنغالي ساديو ماني من ليفربول الإنجليزي، والغاني توماس بارتي من أتلتيكو مدريد الأسباني. وقررت الهيئة فتح التصويت أمام الجماهير بداية من يوم 17 نوفمبر اللي فات، واللي انتهى كمان يوم ديسمبر الجاري. ومن المقرر أن يتم الإعلان رسميا عن الفائز يوم الجمعة المقبل إن شاء الله. سوبر كورة كمان قالت ان الالماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الانجليزي اكد ان فريقه استحق الفوز على نابولي والتاهل للدور ثمن النهائي لدوري ابطال اوروبا في اللقاء اللي اقيم على ملعب الانفيلد رود، واشاد طبعا في الوقت ذاته بالنجم المصري محمد صلاح، واللي احرز هدف المباراه الوحيد. وصرح كمان المدير الفني وقال بعد اللقاء: اعتقد اننا بنسبه 100% استحقينا التاهل الليله، لم نلعب كثيرا هذا الموسم بمثل هذا المستوى، كنا نضغط بسته وسبع لاعبين، انا فخور باداء اللاعبين كثيرا. وقال كمان مدرب ريتس: لم اشاهد كثيرا مثل هدف صلاح، ولم اشاهد تصدي مثل تصدي أليسون منذ فتره، لحظتان رائعتان، لكننا كنا نستحق أن نسجل أكثر. كمان الموقع أو موقع جول قال إن هانز خواكيم رئيس بروسيا دورتموند الألماني قال إن فريقه لا يتمنى مواجهة ليفربول الإنجليزي في دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا. ليفربول تأهل تاني عن المجموعة الثالثة، وكمان تصدر دورتموند المجموعة الأولى بعد ما فاز على موناكو. وقال في تصريحاته الصحفية: لا أود أن أقابل يورجن كلوب مجددا، أتمنى أن تبعدنا القرعة عن مواجهة ليفربول، وكانت آخر مرة التقى الفريقان في الدوري الأوروبي حينما أقصى ليفربول فريق دورتموند بالفوز 4-3 في الدقائق الأخيرة في موسم 2015-2016. كمان بوابة الشروق قالت ان منافسات دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا لكرة القدم بتختتم اليوم من خلال 8 مباريات في الجولة السادسة والاخيرة. بيشتعل الصراع ما بين يان فرنسي وشختار دونتسك الاوكراني على بطاقة التأهل الثانية من المجموعة السادسة للدور الثاني، بعد ما خطف مانشستر سيتي بطاقة التأهل الاولى من نفس المجموعة. بتصدر مانشستر سيتي المجموعة برصيد 10 نقط مقابل 7 نقط لليون وخمس نقط لشختار وثلاث نقط لفريق هوفنهايم الألماني. وفي المجموعة الخامسة محتاج بايرن ميونخ الألماني 13 نقطة، محتاج نقطة واحدة عشان يتعادل مع مضيفه آيكس الهولندي اللي عنده 11 نقطة ويضمن البقاء في صدارة المجموعة. وكمان محتاج آيكس ان هو يفوز من أجل انتزاع الصدارة. وفي المباراة الثانية في المجموعة بيلتقي بنفيكا البرتغالي 4 نقاط، واللي ضمن طبعا المركز الثالث والانتقال لدور ال 32 في الدوري الاوروبي مع ايك اثينا اليوناني من غير رصيد من النقط. وفي المجموعه الثامنه بيركز يوفنتوس الايطالي على الاحتفاظ بصداره المجموعه اللي بيحتل
مستغلها حاليا برصيد 12 نقطه مقابل 10 نقط لمانشستر يونايتد الانجليزي وخمس نقط لفالنسيا الاسباني، واللي ضمن برضو المركز الثالث والانتقال لمسابقه الدوري الاوروبي، ونقطه واحده ليانج بويز السويسري. وبيحلل يوفنتوس ضيف على يانج بويز، فيما يحل مانشستر يونايتد ضيف على فالنسيا، وحسم ريال مدريد صداره المجموعه السابعه لصالحه بغض النظر عن نتيجه مباراه النهارده. تصدر ريال مدريد المجموعه برصيد 12 نقطه مقابل 9 نقط لروما والضمن المركز الثاني، واربع نقط لساسك موسكو وفيكتور بلزن. وبيلعب طبعا ريال مدريد النهارده مع ساسكا موسكو الروسي، وفيكتوريا بلزن مع روما الايطالي. كمان يورو سبورت العربية قالت إن أنظار عشاق كرة القدم تتجه النهارده مساء لاستاد هزاع بن زايد لافتتاح النسخة رقم 15 من مسابقة كأس العالم للأندية اللي بتستضيفها الإمارات للمرة الرابعة والثانية على التوالي. بيخص فريق العين الإماراتي بطل الدوري الإماراتي مستضيف البطولة، والمحترف ضمن صفوفه النجم المصري حسين الشحات شريط البداية بمواجهة ويلينغتون النيوزيلندي بطل أقينوسيا. وبتقام منافسات من 12 لحد 22 ديسمبر الجاري، وبتتضمن البطوله 8 مباريات بيشارك فيها حامل اللقب ريال مدريد بطل اوروبا وريفر بلايت الارجنتيني المتوج بدايه هذا الاسبوع بلقب ليبرتادوريس، وكاشيما انتلرز الياباني بطل اسيا، والترجي التونسي الحاصل على دوري ابطال افريقيا، وديبورتيفو المكسيكي بطل الكونكاكاف، وويلينغتون النيوزيلندي الى جانب طبعا فريق العين. وبتتطلع كتيبه الكرواتي زوران مدرب العين لكتابه التاريخ ومعانقة المجد وتحدي الإنجاز اللي حققه مواطنه الجزيرة في النسخة اللي فاتت لما احتل المركز الرابع. في المقابل لن تواجه ويلينغتون أي ضغوط في الفريق بيشارك لأول مرة في تاريخه في المسابقة العالمية، وبيدخل المباراة من أجل تقديم نفسه للعالم للمرة الأولى في أبهى صورة. كمان سبورت 360 قالت ان نادي برشلونه بشكل مبكر وسريع احبط محاولات باريس سان جيرمان الفرنسي اللي كانت عندها نيه في خطف احد ركائز الفريق ارناستو فالفيردي خلال الانتقالات الصيفيه المقبله. بيتعلق الامر بالكرواتي ايفان راكيتيتش، وحاول طبعا باريس سان جيرمان ضم راكيتيتش في الميركاتو الصيفي من خلال كسر الشرط الجزائي في عقده، لكن اللاعب رفض العرض المغري واللي قدمه الفريق الفارسي وطالب الحصول على ضعف الراتب الحالي مع النادي الكتالوني. ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الأسبانية أن الفريق الكتالوني نفى احتمالية بيع إيفان راكيتيتش خلال الانتقالات الصيفية المقبلة بمبلغ أقل من 125 مليون يورو. وأكدت الأخبار اللي تصدرت الصحف مساء اليوم هذا الموضوع لا أساس له من الصحة. موقع بطولات كمان قال ان شركة كوزموس ومالكها جيرارد بيكي مدافع نادي برشلونة انهت عملية استحواذها على ملكية نادي اندورا باقليم كاتالونيا. وذكرت تقارير صحفية كاتالونية ان شركة بيكي قد استغلت وجود تغييرات وشوية انقلابات في قانون الرياضة الاسباني للموافقة على امتلاك هذا النادي الصغير وتأسيس نادي اندورا في عام 1942. بينافس كمان النادي ضمن فرق الدوري الكتالوني برغم تسجيله ضمن الأندية الموثقة في طرف الاتحاد الأسباني لكرة القدم، ولكن تراكم الديون والأزمات الاقتصادية أدخلت نادي أندورا في نفق مظلم وكان على وشك الحل والتفكك في عام 2008. لكن يهدف بيكي وشركته أن هم يعيدوا هذا الفريق للمنافسة المحلية في أسبانيا في السنوات المقبلة. كمان موقع كورة قال إن البلجيكي إيدن هازارد نجم تشيلسي ديفانس سنترال الأسباني إن هازارد وعد كورتوا بالانضمام للفريق الملكي فقط، وقال له لو تركت تشيلسي سيكون فقط من أجل ريال مدريد. ولم يتوقف هازارد عن إعلان رغبته في اللعب لصالح ريال مدريد بشكل علني، وهذا ما يؤخر حتى الآن اتفاقه مع نادي الحالي تشيلسي على عقد جديد حيث ينتهي عقده الحالي مع تشيلسي في صيف 2020. أبدت أندية أو أندية عملاقة مثل مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان رغبتهم في ضم اللاعب البلجيكي، لكن هازارد رفض اللعب لأي نادي ثاني غير نادي ريال مدريد الأسباني.
مشاهدينا نطلع دلوقتي لفاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقيه فقرتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا. رجعنا مرة تانية ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وده معادنا مع جولتنا في السوشيال ميديا، ونبتديها بصالح جمعة لاعب النادي الأهلي واللي نشر صورة على انستجرام مع الزميل عمر ربيع ياسين بعد طبعا حواره امبارح في قناة النادي الأهلي، وكتب: من كل قلبي بشكر الجميع على ما لمسته من مساندة ومشاعر صادقة، وأخص جمهور الأهلي على المساندة في الأيام الماضية، ولكم كل التقدير والاحترام. كمان عالميا كتب عمرو طارق لاعب المنتخب الوطني بعد ما انتقل من أورلاندو سيتي لنيويورك ريد بولز الأمريكي: أريد فقط أن أشكر أورلاندو سيتي وزملائي في الفريق وجميع المشجعين الرائعين لدعمهم لي هذا الموسم، أعلم أنها كانت رحلة قصيرة ولكن سأكون دائما فخور بكوني أحد الأسود. نشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول على تويتر صورة ليورجن كلوب وهو بيقوم بتحية لمحمد صلاح وأليسون بيكر حارس المرمى بعد ما تألقوا في مباراة نابولي امبارح طبعا، وقادوا الفريق للتأهل لدور ال 16. وكتبت الصفحة: من أجل تلك اللحظات نعشق كرة القدم، من أجل تلك اللحظات نعشق الريدز. نشر كمان محمود فايز مدرب المنتخب السابق صورة لاحتفال محمد صلاح بالهدف على انستغرام وكتب: الإيمان يصعد بك عاليا إلى السماء والعمل بجهد يحافظ على مكانك هناك. نشرت كمان صفحة فوري إيمج على الانستغرام صورة لصلاح وكتبت: مو صلاح يفعلها مرة أخرى لليفربول في الشامبيونز ليج. كمان الشاعر أمير طعيمة نشر على تويتر صورة لصلاح من المباراة وكتب: اليوم لم يكن مو صلاح رجل المباراة فقط بل كان رجل العالم، استمر يا صلاح فأنت الأفضل. كمان نشر خيمس ميلنر لاعب ليفربول الإنجليزي صورة من المباراة على تويتر وكتب: المهمة أنجزت. برضو نشر حارس مرمى أو حارس المرمى مينويولي الحارس الثاني في ليفربول صورة لي من المباراة على تويتر وكتب: للجولة القادمة شكرا أليسون بيكر. كمان كاليبالي لاعب نابولي الإيطالي نشر صورة من المباراة على تويتر وكتب: من الصعب تقبل ذلك ولكن هذه اللحظات يجب أن نكون متحدين أكثر. كمان إيفان راكيتيتش لاعب برشلونة على تويتر نشر صورة من مباراة فريقه قدام توتنهام واللي انتهت بالتعادل 1-1 وتأهل الفريقين لدور ال 16 وكتبت: نتطلع لتحدي آخر في دوري الأبطال. كمان كارلوس ألينا لاعب برشلونة نشر صورة من المباراة على تويتر وكتب: متصدرين المجموعة خطوة أخرى في هذا التحدي الكبير. هاري كين نجم توتنهام نشر برضو صورة على الانستغرام من المباراة وكتب: يا له من أداء رائع من اللاعبين، فعلنا كل ما في وسعنا للفوز ولكن التأهل كان الهدف الأهم، لذلك أنجزنا المهمة، احضروا لنا القرعة. كمان نشر ديلي علي لاعب توتنهام صورة من المباراة على الانستغرام وعلق: أحب هذا الفريق، رغبة كبيرة وقوة دهرت الليلة لدور ال 16. كمان نشر إريك لامالا لاعب السبيرز صورة من المباراة على صفحته على انستغرام وكتب: لدور ال 16 يلا يا سبيرز. كمان أديسون كافاني لاعب باريس سان جيرمان نشر صورة على تويتر من مباراة فريقه قدام ريد ستارز الصربي واللي انتهت بفوز الفريق الفرنسي 4-1 وكتب: كافاني الهدف الأول تحقق. كمان نشر بوفون حارس مرمى الفريق الفرنسي على تويتر صورة لي مع نيمار بعد المباراة وكتب: الفوز والتأهل والمركز الأول، هل هناك أي شيء أفضل من ذلك؟ كمان نشر داني ألفيتش لاعب باريس سان جيرمان صورة من المباراة على الانستغرام وكتب: عمل رائع، مهمة أنجزت. مشاهدينا معنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نستقبل ضيفنا النهارده أستاذ محمد قطب الناقد الرياضي في أخبار الرياضة. رجعنا مرة تانية ومشرفنا دلوقتي في الاستوديو أستاذ محمد قطب الناقد الرياضي في أخبار الرياضة. مساء الخير عليك. مساء النور يا شيماء، منورنا. ربنا يخليكي
مساء الخير على كل مشاهدي قناه الاهلي. طيب عايزين النهارده طبعا نتكلم عن اللقاء الهام اللي هيكون قدام ان شاء الله الفريق الاثيوبي، لقاء النادي الاهلي في مستهل مشواره في دور ال 32 في البطوله الافريقيه في الموسم بقى الجديد او في النسخه الجديده. شايف اللقاء ده ازاي؟ هو يعني هو في ميزه كويسه جدا ان النادي الاهلي هيلعب اول بطوله، اول مباراه في افريقيا على ارضه، لان دي اول مباراه بالنسبه له في افريقيا، يعني هتحاول تخرجه بشكل كبير جدا من الحاله النفسيه اللي خلفتها مباراه الترجي في نهائي افريقيا. لان لو كانت المباراه خارج مصر مثلا، ولا قدر الله كان حقق نتيجه غير ايجابيه، كانت هتزود المعاناه بتاعت النادي الاهلي في افريقيا. فكان فالميزه كويسه جدا ان النادي الاهلي هيحاول يخرج من من اللي حصل في مباراه الترجي في افريقيا، في مباراه بطل اثيوبيا. يعني اتوقع ان المباراه هتكون ان شاء الله سهله على النادي الاهلي. عندك معلومات عن الفريق الاثيوبي اللي هو بطل اثيوبيا او بطل النسخه الماضيه من الدوري الاثيوبي؟ لان احنا سمعنا ان هو فريق قوي ويحترم، يعني منافس، يعني مش زي المنافسين. الكره في اثيوبيا عموما اتطورت بشكل كبير جدا. صحيح. وزي ما انت بتشوفي جيمس بيكلي لاعب لاعب بتروجيت عامل شغل كويس في الدوري المصري، وتاني احد هدافي الدوري يعتبر بسبع تجوان. فالكره في اثيوبيا بدات تتغير السنه اللي فاتت تقريبا، على ما اتذكر الزمالك خسر من ولاده تقريبا. صحيح. كان اثيوبي برضه على ما اعتقد يعني. فالكره في اثيوبيا او الكره في افريقيا عموما اتغيرت يعني. اتغيرت اتطورت كثيرا. بنشوف اول اغسطس بيوصل لدور قبل النهائي، مع ان برضو الكره في غرب افريقيا او في شرق افريقيا مش هي برضو نفس قوه شمال افريقيا، لكن في بعض الانديه او بعض بتقدر المنتخبات بتطور نفسها، بتبدا بيجيبوا زي خبره من بره. صحيح. وبيحاولوا يطوروا الكره في افريقيا بشكل كبير، خصوصا ان احنا عارفين ان مالك كمان اول اغسطس هو يعني رجل ثري جدا وكان مهتم جدا بفريقه زي مازيمبي بالظبط. ومازيمبي لما خد البطوله كذا مره كان برده كان في راجل اعمال هو اللي ماسك النادي بتاعه. فهم بيحاولوا يطوروا وبيحاولوا يدفعوا فلوس عشان خاطر يطوروا عارفين من اهميه الكوره طبعا. فاحنا ان شاء الله نتمنى النادي الاهلي يحاول يتجاوز الكبوه الافريقيه اللي كانت في مباراه الترجي، وباذن الله ان شاء الله الاهلي يكسب فوز مستريح يريحه في مباراه العوده ان شاء الله. هل تتوقع ان كابتن محمد يوسف هيلعب بنفس التشكيل اللي بيلعب فيه في الدوري الممتاز في اللقاءات الاخيره، ولا هيغير التشكيل ده؟ بصي، هو تثبيت التشكيل مهم جدا. ممكن يكون في بعض التغييرات اللي ممكن لو احمد فتحي كان سليم ممكن يشارك، او محمد هاني ممكن يشارك في الجنب اليمين على حساب كريم نيدفيد مثلا. اعتقد ان لو في تغييرات هيبقى في اضيق الحدود، يعني مش هيبقى في تغييرات بشكل كبير. اعلم تماما ان الكابتن محمد يوسف من نوعيه المدربين اللي ما بتحبش تجدد في شكل الفرقه او في ال بس احنا شفناه في الفتره اللي فاتت بيدي فرص للعيبه كتير قوي، كانوا مركونين على بيدي فرصه عشان خاطر يقدر يوصل للتوليفه اللي هو عايز يكمل بيها الفتره اللي جايه لحد ما يجيبوا مجلس اداره النادي الاهلي يجيب مدرب جديد. فبيحاول على قد ما بيقدر ان هو يثبت بعض اللعيبه، يعني مثلا شفنا ناصر ماهر اساسي، شفنا كريم نيدفيد في بعض الماتشات اساسي، شفنا احمد علاء بقى اساسي، شفنا سعد سمير اساسي. صحيح. فبيحاول يثبت بعض اللعيبه في التشكيل مع وجود تغييرات بسيطه جدا، اللي هي ممكن يعني لو حد من المصابين رجع ممكن يلعبه في مكانه مثلا. يعني مثلا كريم نيدفيد الايام الماتشات اللي فاتت كان بيلعب باك يمين. صحيح. فلو محمد هاني رجع او كابتن احمد فتحي رجع هنلاقي احمد فتحي او محمد هاني في الجنب اليمين. فاتوقع ان شاء الله ان التشكيل هيبقى مش هيبقى فيه تغييرات كتيره يعني. صحيح. طيب لو جيت سالتك عن الثلاث يعني الفوز الثلاثه المتتاليين ورا بعض للنادي الاهلي في بطوله الدوري المصري الممتاز، شايف ان الفوز ثلاث مرات ورا بعض مدي للنادي الاهلي او للفريق او للعيبه ثقه زياده عشان يستعيدوا بيها روح الفانيله الحمراء زي ما بنقول؟ لا، هو اول ماتش الاهلي كسبه ده اللي عادل الثقه بشكل كبير يعني. يعني دوت شفناه كمان على في الماتشين اللي فاتوا تقريبا، كان اول ماتش الاهلي بيلعبه مع بتروجيت على ما اعتقد او الجونه. فده فرق كتيره جدا، فرق بشكل كبير جدا مع النادي الاهلي اللي هو كان خارج زي ما قلت لحضرتك من هزيمه المقاولين، وقبلها كانت. صحيح. الترجي. فكان الموضوع بالنسبه للعيبه كمان من دوري من البطوله العربيه. صحيح. فكان محتاج النادي الاهلي ان هو يفوز باي شكل. انا شايف ان المرحله ديت الاداء مش مهم،
النادي الاهلي لازم يدور على الثلاث نقط بشكل كبير عشان يحاول يلحق الناس اللي هي متقدمه او متصدره الدوري، او يدي شكل حتى كمان ان الدوري السنه دي هيبقى قوي، لان طبعا المنافسه بين غير اهلي او زمالك او اسماعيلي او مصري ما اعتقدش ان الدوري هيبقى شكله حلو من غير الانديه دي. ولو جيت سالتك عن الدوري بشكل عام، شايف ايه الجديد فيه في الموسم الحالي؟ انا مش شايف فيه اي جديد بصراحه، يعني انا انت مش شايف قوه منافسه اكتر؟ لا، هو دلوقتي احنا مش عارفين مين اللي هيقدر ان هو يعني يقتنص اللقب، ومين كمان اللي هيقدر يهبط. هي المشكله الحالي ان الانديه كلها تحس ان كلها شبه بعض. يعني دلوقتي مثلا تلاقي الاهلي بيلاعب حرس الحدود، تلاقي الماتش صعب، مش الماتش بقى سهل زي الاول، او النادي الاهلي ينزل يكسب 3-4. الزمالك نفس القصه، بيلعب الداخليه، تلاقي الداخليه لحد اخر دقيقه هو اللي كسبان، او هو المتعادل مع الزمالك والزمالك يكسب بالعافيه. فالدوري المره دي صعب جدا، يعني ما تعرفيش مين في منافسه اكبر بكتير من الموسم اللي فات. ما تعرفيش مين الفرق اللي ممكن تكسب في نتيجه الماتشات. صحيح، يعني ممكن تلاقي المصري بيلعب الاسماعيلي، المصري مستواه متذبذب، الاسماعيلي مستواه متذبذب، الاثنين بالنسبه لهم الماتش هيبقى صعب. تلاقي فريقين فايقين مثلا زي المقصه او زي طلائع الجيش بيلعبوا بعض، هتلاقي الماتش فيه شد وجذب من هنا، ما تعرفيش برده مين اللي هيكسب. فالدوري حلاوته في كده، يعني احسن ما نبقى قاعدين وعارفين نتيجه الماتش قبل ما تلعب. يعني وبرده الموضوع ده بينطبق على الفرق اللي هي في نهايه صاحب قاع الجدول، برضو حتى مين اللي هينزل محدش عارف. حتى الفرق لما انديه القاع لما بتلعب انديه القمه، زي ما شفنا، زي ما بقول لحضرتك، ماتش مثلا الزمالك وحرس الحدود، صحيح، لحد اخر دقيقه الزمالك مغلوب واحد او متعادل 1-1، الزمالك جاب جون في اخر الماتش، ماتش الداخلية والزمالك لحد آخر دقيقة متعادل 1-1 وجاب جون في آخر الماتش. فالماتشات كلها صعبة. ماتش الأهلي والجونة، الجونة كان كسبان 1 وضيع أكتر من فرصة في الشوط الأولاني، الأهلي الشوط الثاني قدر إن هو يتعادل ويكسب. فكل الأمور ديت بتحل الدوري يعني. أكيد طبعًا. ابتدينا نسمع كلام كتير إن المنافسة في الدوري في الموسم الحالي هتكون منحصرة ما بين نادي الزمالك وبيراميدز، إيه رأيك في الكلام ده؟ وأكيد طبعًا ده كلام مش حقيقي، لأن إحنا شايفين إن النادي الأهلي لسه عنده مؤجلات، وإن شاء الله كل مباراة مؤجلة ليه بيفوز بيها، وطبعًا بيقترب أكتر لصدارة الجدول. لا، ما كلام صعب، يعني ما اعتقدش ان في حد في الدنيا يقدر يقول ان الدوري مش قصه برضو من دلوقتي. ما اقدرش اقول او اخفي النادي الاهلي ان هو قوه كبيره في كاحد انديه القمه في مصر، يعني هو في افريقيا يعني. فان انا اقدر اقول ان حتى لو الاهلي مستواه مش كويس، فالاهلي عنده خبره ازاي يكسب. صحيح، يعني النادي الاهلي عنده خبره ازاي يكسب، لعيبته عنده، وده شفناه كتير قبل كده، والماتشات اللي فاتت اثبتت ده. يعني لا، انا بتكلم كمان على مواسم كتير جدا كان النادي يعني الاهلي متخلف في الترتيب، وفجاه بيرجع مره ثانيه وبيقتنص اللقب على حساب اي وعلى النقيض منافس. وعلى النقيض خلينا برضو نكون معترفين ان الزمالك او بيراميدز مثلا مش الفرق اللي تقدر تكسب كل الماتشات، زي ما شفنا الزمالك كان كسبان 6 ماتشات لعب الاتحاد خسر. فموضوع المكسب والخساره ده طبيعي موجود. الزمالك عامل فرقه كويسه وماشي بشكل كويس في بطوله الدوري، لكن ما نقدرش نخفي دور النادي الاهلي ان هو بيقدر ازاي في البطولات اللي هي بتاعت النفس الطويل بمعنى اصح، بيقدر ان هو يستمر في المكسب. يعني لو اتكلمنا عن الخطوات اللي بياخدها النادي الاهلي حاليا في اعاده هيكله قطاع كره القدم في النادي الاهلي، طبعا اقاله باتريس كارتيرون ومدرب الاحمال، تعيين كابتن محمد يوسف كمدير فني مؤقت، تعيين كابتن سيد عبد الحفيظ كمدير كوره مؤقت، وطبعا مسؤول كمان عن ملف الكوره بشكل عام. المدير الفني القادم، هل المدير الفني القادم اجنبي؟ هل هو اوروبي؟ هل هو لاتيني؟ تساؤلات كتير جدا بتتقال في الفتره اللي فاتت. وكمان طبعا لو بنتكلم عن عفوا اعاده الهيكله في النادي الاهلي، فهتلاقي ناس برضو بتتكلم وبتنادي باستمرار كابتن محمد يوسف كمدير فني للنادي الاهلي في حاله ان هو كامل اتكمل في النتائج طبعا اللي بيقدمها من 3 مباريات اللي فاتوا. بصي، في ناس للاسف بتنتقد او شايفه ان مجلس اداره الاهلي بيتخذ خطوات بطيئه. انا مش شايف الخطوات بطيئه، بالعكس انا شايف ان اللي بيحصل من مجلس اداره النادي الاهلي عين العقل زي ما بيقولوا، يعني ماشيين كل خطوه بخطوه. انا كمجلس اداره ما ينفعش ان انا اشيل جهاز كامل
واجيب جهاز كامل هيبدا من اول وجديد. صحيح. واحنا في نص موسم. وكل المدربين الاجانب بيشترطوا ان هم لما ان هو يجيب كاست معاه مثلا او ثلاث اربع او جهاز كامل. فانا صعب ان انا اشيل جهاز كامل وارجع احط جهاز واحنا كامل. في وسط موسم. واحنا في وسط موسم. معنى كده ان انت مش هتفكر في بطوله الدوري. نص بطوله افريقيا هتضيع لو 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 ما لو ما كنتش هتخسر من اول مباراه. انت بتمشي بخطوات واحده واحده زي ما بيقولوا، زي ما احنا شفنا النادي الاهلي لما جاب باتريس كارترون وجاب الكابتن محمد يوسف كان بدا العجله تمشي شويه وبتاع لحد ما الاهلي خسر في البطوله العربيه وخسر في نهائي افريقيا. فكل الخطوات اللي بتتخذ من مجلس اداره النادي الاهلي انا من وجهه نظري خطوات سليمه، الناس ممكن تكون شايفاها بطيئه لكن هي فعلا خطوات مدروسه ماشيه بشكل كويس جدا. ان انت تبدا تجيب كابتن سيد عبد الحفيظ مدير كوره، تبدا تدخل عضو جديد في الجهاز الفني زي الكابتن عادل مصطفى. كل الامور دي انا شايفها امور صحيه. موضوع المدرب انا شايف ان النادي الاهلي عايز مدرب في الاول وفي الاخر تكون شخصيته قويه بالذات مع اللعيبه الصغيره اللي النادي الاهلي موجود فيها. فانا شايف ان الحته الاهلي دايما بيمشي مع الناحيه البرتغاليه شويه او الناحيه الاسبانيه او اللاتينيه. كل الجنسيات ديت اعتقد ان هي او الالمانيه. طبعا كان في كلام طلع ان ستيف بروس هيمسك وتم نفي الكلام ده. وانا من وجهه نظري ان مفيش اي جنسيه تنفع مع النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي غير اللي هو اللاتيني او واحد بقى ارجنتيني او برازيلي مثلا او برتغالي او الماني، لان النادي الاهلي غالبا جرب كل الناس ديت ومفيش واحد فيهم ما نجحش معاه. صحيح. طيب لو اتكلمنا كمان على جانب اخر بقى في تطوير الكوره في النادي الاهلي او في اعاده هيكله قطاع الكوره في النادي الاهلي، طبعا لازم نتكلم عن الصفقات الجديده اللي حسمها النادي الاهلي بالفعل محمد محمود ووحيد كمان. شفت الصفقات دي ازاي وشايف النادي الاهلي محتاج انه يدعم انهي مراكز كمان في الفتره اللي جايه؟ انا وجهه نظري النادي الاهلي محتاج باك يمين كويس. حتى لو الباك اليمين ده مش هيلعب دلوقتي فالسنتين اللي جايين الكابتن احمد فتحي طبعا احنا عايزينه يفضل في الملعب اكبر وقت ممكن، لكن هيجي وقت عليه وهيعتزل فضروري لازم يكون في باك يمين كويس. صحيح. لازم لاعب مساك يكون قوي ويكون قادر ان هو يسد الفراغ اللي احدثه سليف كوليبالي اللي هو لحد دلوقتي لسه ما قدمش اوراق اعتماده. لكن هو كان وجوده ضروره في الفتره اللي النادي الاهلي اتعاقد فيها معاه يعني. وبعدين سليف كوليبالي برضو كان اختيار باتريس كارتيرون. ما انا بقول لحضرتك هو كان يعني هو اتعامل معاه قبل كده لما كان بيدرب في مازيمبي فهو عارفه كويس فهو جابه في الفتره اللي هو كان موجود فيها. لكن خلينا ما نهضمش الراجل حقه، لا الراجل ادى ما عليه في خلال الفتره اللي هو لعب فيها مع النادي الاهلي قبل اصابته طبعا ولعب احمد علاء مكانه. النادي الاهلي محتاج لاعب صانع العاب يكون عنده شخصيه قويه. طبعا ناصر ماهر لاعب كويس بس صحيح. بس لسه قدامه فتره ان هو يقدر يشيل حجم يشيل نص ملعب النادي الاهلي زي ما كان ابو تريكه موجود او زي ما كان عبد الله السعيد. في صالح جمعه. صالح جمعه يعني اتمنى ان هو يرجع ان شاء الله يعني بإذن الله. انا اتمنى ان هو يرجع لان صالح هو للاسف هو اللي ضيع السنين اللي فاتت من عمره في الملاعب بشكل. هو برضه لو هنتكلم كمان عن موضوع عمره هو برضه لسه سنه صغير يعني. ما هنفضل نقول سنه صغير سنه صغير سنه صغير سنه صغير. بس بحسب بقى تصريحاته امبارح معانا يعني هنا في القناه يعني واضح ان صالح جمعه يعني هيرجع بإذن الله. هو تقريبا حاليا دلوقتي 26 سنه او او صحيح. او كده فهو مضيع مثلا نفسه من 22 سنه فعنده اربع سنين دول ضايعين كان ممكن يبقى صالح جمعه لحاجه ثانيه او في اكبر انديه اوروبا مثلا. كان ممكن من خلال النادي الاهلي اللي هو ما عرفش للاسف يستغل تواجده في النادي الاهلي ان هو يبقى حاجه غير صالح جمعه اللي هو دلوقتي، لان هو ممكن عشان يرجع تاني لفورمه المباريات هياخد له فتره والفتره ديت مش هترجعه برده صالح جمعه اللي هو 22 سنه. فكل الامور ديت كان لازم صالح يحطها في اعتباره واتمنى ان شاء الله ان هو يبقى فعلا فتح صفحه جديده مع النادي الاهلي. هو ده اللي اكده امبارح وان شاء الله باذن الله يرجع من اول يناير بصوره مختلفه تماما. بغض النظر عن مركز صانع الالعاب، شايف ايه كمان المراكز اللي محتاجه ان هي تدعم ضروري في انتقالات يناير القادمه؟
هو طبعا نص الملعب في الديفندر برضو النادي الاهلي محتاج حد جنب هشام محمد وعمرو السوليه، لان شايف مين موجود في الدوري المصري ممكن يتم التعاقد معاه؟ والله يعني هو في محمد اشرف روقه بصراحه، بس هو للاسف يعني هو معار من الزمالك لان ده انا بحبه جدا. لاعب متميز في وسط الملعب. صحيح. النادي الاهلي ممكن يجيب اللاعب الافريقي بتاع الترجي دوت اللي هو فرانكوم دوت، بصراحه نص ملعب ملوش حل كاتفيندر. لو ما فيش حد في الدوري المصري بالشكل اللي النادي الاهلي عايزه، اتمنى ان هو النادي الاهلي يدور على حد بره. النادي الاهلي ممكن يستغل القرار بتاع اعتبار اللعيبه بتاعه شمال افريقيا لعيبه مصريين. النادي الاهلي عنده اثنين، علي معلول ووليد ازارو، اعتقد انها هتدي فرصه كبيره جدا ان النادي الاهلي يتعاقد مع اثنين او ثلاثه لعيبه افارقه تانيين. كل الامور ديت النادي الاهلي يقدر يبحث عنها، بس طبعا ده مرتبط للاسف بقرار اتحاد الكوره، يعني في تونس طبقوه، لكن في مصر لسه ما طبقوش يعني. فاعتقد هي ديت مع عمليه الاحلال والتجديد دي ضروريه يعني. النهارده شفنا كابتن سيد عبد الحفيظ في تصريحاته بيتكلم وبينفي عن اي اخبار اتقالت في الوقت اللي فات عن رحيل علي معلول عن صفوف النادي الاهلي في الانتقالات القادمه او في الموسم القادم. لا، علي معلول بصراحة أحد الركائز المهمة جدا في النادي الأهلي يعني. صحيح، هو ده اللي قاله كابتن سيد علي. يعني علي معلول لو كان موجود في ماتش الترجي أعتقد كان أكيد فرق كتير، كان الموضوع اختلف يعني 90 درجة. يعني وليد أزارو مش قوي لسبب إن هو أنا كنت شايف إن الأفضل ليه إن هو فعلا ما يروحش. بعد بصراحة بعد اللي صدر منه هنا في مصر أعتقد كانت الأمور بالنسبة له في تونس هتبقى صعبه جدا، واحنا شفنا طبعا الجمهور عمل ايه قبل هو ما راحش برده، ولاعب اخر اتصاب بثمان غرز في راسه. فانا كنت فعلا يعني كان قرار صائب من مجلس اداره النادي الاهلي ان هو يتخذ قرار بعدم مروحه يعني، حتى لو كان الاهلي، لكن النادي الاهلي يوميها ما كانش ازاره بس اللي كان غايب، كان يعتبر الفرقه كلها ما كانتش في حاله كويسه. رغم ان هو بعدها يمكن اسبوع لعب ماتش ودي مع منتخب في تونس، لعب في تونس، بس كان خلاص بقى هما خلاص خدوا البطوله اللي هما عايزينها، فمش هيعملوا الموضوع ما كانش فيه والموضوع مش هيبقى فيه يعني احتقان بالنادي ونادي عن منتخب. صحيح. ومنتخب يعني. طيب انت مثلا الموسم الحالي من الدوري الممتاز شفت مين من اللعيبه في الدوري المصري محليا لفتوا نظرك جدا؟ محمد محمود ده لعب كويس طبعا، محمود وحيد طبعا، جون انطوي، في اوباما محليا اللي هو مصري يعني، في اوباما، في كهربا برضو ماشي كويس. صحيح. في لاعب اسمه محمد شبراوي اللي هو بتاع الجونه اللي هو جاله صليبي ده، نتمنى له لاعب كويس جدا. في زولا بتاع بتروجيت ده بيعجبني جدا برضو. في من الاهلي طبعا احمد علاء، بصراحة يعني دفاع حلو جدا، عاجبني ستايله حلو، لو خد فرصة وكمل وخد الثقة هيفرق كتير جدا مع دفاع النادي الأهلي. وليد سليمان؟ لا، وليد سليمان ده عايز حلقة لوحده بصراحة يعني. بصراحة يعني بيثبت كل يوم من التاني ان كلامه لما كان في بتروجيت ان هو مش هيلعب في مكان غير النادي الأهلي، هو بيثبته دلوقتي مليون المية، حتى هو قرب ان هو يعتزل يعني. صحيح. وليد سليمان لا يعني، شفت ازاي قرار اتحاد الكرة او الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الاول بعدم انضمام وليد سليمان للمعسكرات اللي فاتت من منتخبنا الوطني الاول؟ بص، موضوع المنتخب يعني انا بصراحه مش عارف له فلسفه يعني. على اي اساس بيتم اختيار اللعيبه؟ صحيح. يعني وشفت ازاي التصريحات اللي بتتكلم عن معدل اعمار اللعيبه وان هم عايزين ينزلوا بالمعدل الاعمار عشان طبعا البطوله القادمه او كاس العالم القادم في 2022؟ كل ده كويس جدا، انا مع ده، بس انا لازم عشان اعمل ده، بس احنا شفنا مثلا المنتخب بيضم احمد علي لاعب المقاولين عنده 31 واحمد المحمدي 34 او 33 فين بقى؟ ما ده لسه كنت لسه هقوله لك يعني، لازم يبقى في عمليه الاحلال والتجديد لازم ما تسيبش فراغ. صح. يعني لازم يكون زي ما في شباب في خبره. صحيح. بس هل عشان خاطر مركز وليد سليمان في مركزه كذا حد يعني، وليد سليمان ممكن يلعب جناح يمين زي صلاح، فاستحاله هتلعبي وليد سليمان على صلاح. محمد صلاح بيلعب في نص الملعب مثلا، في كذا لاعب ممكن وليد ممكن ما يلعبش صانع العاب،
هم ممكن يكونوا شايفين وليد في مكان معين او في مركز معين، ده المركز ده موجود. فانا موضوع الحسابات بتاعه اختيارات المنتخب دي انا بصراحه ما اقدرش ان انا. طب لو اتكلمنا عن المنتخب بشكل عام، شفت مين تم استدعائه لمعسكرات المنتخب في الفتره اللي فاتت وما كانش اصلا يستحق ان هو ينضم للمنتخب؟ عمرو ورده. بس عمرو ورده كان مادي الموسم اللي فات كويس قوي في الدوري اليوناني، بس يمكن الموسم ده ما بيلعبش لان في عنده مشاكل مع المدير الفني هو لفريقه. بصي انا دايما يعني اللاعب اللي بيبقى عليه مشاكل انا لازم ابعد عنه كمدير فني. عمرو ورده من ساعه ما مشي من النادي الاهلي هو في مشاكل في اي مرحله من مراحل الاحتراف اللي هو لعب فيها، كل ما بيروح نادي بيعمل مشاكل. بس على برضو عمرو ورده كان من ابرز لعيبه منتخبنا في كاس العالم يعني. ما هو عشان خاطر بيلعبه هو عايز حد يجري. هو كوبر كان بيلعب بفلسفه ان هو عايز حد يجري وخلاص من غير اي فكر بقى، ما كان بيلعبه هجوم. عمرو ورده بيلعب هجوم، فكوبر ما لهوش حرج في اي حاجه يعني. هو احنا اي حاجه كان بيعملها كنا بنمشي وراه وخلاص. لكن انا مش شايف ان عمرو ورده مفيد يعني، لو هو بيلعب وسط ملعب يعني، ما جابش جول مثلا مع المنتخب او عمل اسيست للاعب افاد الفرقه. هو كل اللي بيعمله ان هو ممكن يقطع كوره، يلعب كوره في نص الملعب، ده دوره في الملعب يعني. لكن ممكن مثلا مين تاني ممكن اقدر اقول ان هو، انا مش شايف ان احمد المحمدي بصراحه خلاص كان المفروض كفايه عليه يعني. انا شايف ان احمد فتحي احسن منه يعني، انا شايف وجهه نظري ان احمد فتحي في الجنب اليمين افضل كتير من علي غزال مثلا. انا مش شايف ليه دور في المنتخب. انا بتكلم بصراحه يعني، ما مش شايف ان هو ليه دور يعني. محترف كل حاجه وعلى راسي، بس ايه دوره؟ خليني بقى اسالك العكس، مين اللي شايفه ان هو اتظلم بعدم انضمامه لمنتخبنا الوطني او اول معسكرات منتخبنا الوطني الاول، بغض النظر طبعا عن وليد سليمان، لكن هنجاوب على السؤال ده بعد الفاصل. فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم مره ثانيه. رجعنا مرة تانية، لسه مكملين معاكم حوارنا مع أستاذ محمد قطب ناقد رياضي في أخبار الرياضة. كنا بنتكلم قبل ما نطلع للفاصل، مين اللي شفته أنه كان يستحق أن هو ينضم للمنتخب ولكن ظلم بعدم انضمامه؟ هو يعني حسين الشحات كان ممكن يبقى موجود، بس هو بيبقى موجود بس للأسف ما بياخدش فرصة بشكل كبير يعني. أنا شايف ان حسين لو خد فرصه ان هو ياخد او يتاقلم على وجوده في المنتخب. حسين الشحات دلوقتي بيعاني مع فريقه لانه الاماراتي قصاد الفريق النيوزيلندي ولينغتون بهزيمه 3-1 لم يتم اللقاء حتى الان. صحيح. يمكن الشوط الاول بس انتهى 3-1. اعتقد ان الشوط الثاني هيبقى فيه كلام مع الفريق الاماراتي يعني باذن الله. ان شاء الله انا متوقع كده. كل التوفيق يعني ان شاء الله لنجمنا المصري حسين الشحات. فطبعا وجوده كان وياخد فرصه يعني، رغم ان حسين صغير وكل حاجه، بس انا شايف ان هو ياخد فرصه اكبر من كده يعني. ان هو ياخد فرصته الكامله. يعني ما يكونش موجود لمجرد يعني. انا شايف ان هو يعني مؤثر عن عمرو ورده. زي ما بقول لحضرتك ان هو كان انضمامه مش مع انضمامه للمنتخب يعني. لكن في اوباما برضو ممكن ياخد فرصه، اتمنى عوده كهربا برضو بدا يتغير بشكل كبير. صحيح، بدا يكون مؤثر مع فريقه. انا وجهه نظري ان صلاح محسن اتمنى ان هو ياخد الفرصه الاكبر زي ما حسين الشحات برضو ممكن. صلاح محسن، في ناصر ماهر. نصر ماهر ماشي، بس يعني لسه برضو الى حد ما محتاج المديد من الخبره. صحيح يعني يديله شويه في شويه يعني. في عمرو السولية المفروض يبقى متواجد في المنتخب بشكل اكبر من كده. كلاعب في نص الملعب هيبقى شكل برضو هيفرق شويه مع المنتخب. ما اعتقدش ان في حد تاني ممكن يبقى عليه خلاف ان هو ما بينضمش يعني. لكن هم دول الابرز يعتبر في الدوري المصري يعني. اكيد. طيب نروح بقى للقاء امبارح، ليفربول ونابولي في الشامبيونز ليج، وفوز ليفربول بهدف محمد صلاح نجمنا المصري. شفت اللقاء ده ازاي امبارح؟ طبعا هو كان ماتش صعب يعني، بس للاسف هو ليفربول اللي صعبه على نفسه.
يمكن انا كنت لسه بقول لحد من صحابي قبل الاستوديو بقول له لو كان ليفربول دخل فيه الجون الاخير بتاع نابولي الكره اللي ضاعت اللي صدها اليكسون كانت الجماهير ممكن ما كانتش طلعت ساديو ماني من الملعب يعني. فهو ربنا كتب له عمر جديد ان ليفربول كسب يعني، لان ساديو ماني لوحده مضيع 3 4 اجوان يعني، فكانوا هيبقوا كفيله ان ليفربول حتى لو دخل فيه جون كان الموضوع بالنسبه له هيبقى سهل يعني. كان ممكن تتعمل نتيجه امبارح اكبر من النتيجه اللي عملها ليفربول مع روما اكيد. فالحمد لله ان الكره الاخرانيه ديت ما دخلتش يعني، وليفربول صعد يعني. يعني ليفربول انا شايف ان هو صعبها برده على نفسه في الماتش بتاع النجم الاحمر اللي هو اللي خسره دوت، وخسر في اخر دقيقه من نابولي في ايطاليا، فهو برده اللي دخل نفسه في دوامه يعني. بس طبعا كله عشان محمد صلاح يعني، كلنا بنشجع ليفربول يعني اكيد. طيب عمرو طارق لاعب اولاندو الامريكي اللي اتنقل حديثا لفريق نيويورك ريد بولز الامريكي، برضو شفت انتقاله ازاي؟ وهل كنت حابب ان هو ينتقل لدوري اخر غير الدوري الامريكي؟ انا كان نفسي يجي في الاهلي بصراحه. يعني هو انا ما بعترفش بالدوريات اللي هي امريكا امريكا نيوزيلندا ماليزيا، الحاجات دي انا شايفها جديده في الكوره يعني. هم بيجيبوا نجوم وكل حاجه، بس النجوم بيجيبوا النجوم دايما قبل ما يعتزلوا، النجوم الميته بمعنى الكبار. صح النجوم هي قبل ما تموت بمعنى صح يعني. فلا انا شايف ان عمرو كان يتواجد في حتى يبقى تحت عين اجيري يعني، كان هيبقى تحت عينه ان هو لما يلعب في اهلي او يلعب في زمالك او في الكلام دوت الموضوع هيختلف معاه يعني. هيبدا يلعب في افريقيا لان هو دايما الدوري الامريكي دوري معتمد على القوه والسرعه بس يعني، ما فيهوش مهاره، ما فيهوش نديه، مش متشاف بمعنى اصح يعني. انما هو اكيد حابب وجوده في بره مصر يعني. صحيح، واكيد طبعا الدوري الامريكي بيتطور سنه عن سنه وموسم عن موسم، يمكن يكون من الدوريات المهمه برضو. بس هو للاسف ما بيلعبش بطولات قاريه يعني. هو ما بيلعبش بطوله قاريه مثلا. صحيح. ان حد يتكلم ان حد في امريكا هيلعب في بطوله كاس العالم للانديه مثلا، دي ما شفناهاش مثلا. فهي الامور بالنسبه له اكيد هو بيحسبها برضو حسابات ثانيه اكيد احنا ما نعرفهاش يعني. استاذ محمد قطب نورتنا النهارده في الكلام في ميديا في قناه النادي الاهلي. مشاهدينا شكرا لحسن المتابعه، اشوفكم ان شاء الله يوم السبت القادم في حلقه جديده من كلام في الميديا. يوم سعيد عليكم ان شاء الله.